الحلقة الماضية سألتكم انه اذا انت سرقت سيارة ابوك وضربت له اياها شلون بتخبره وشلون بتفتتح معه الموضوع؟ خلينا نشوف المقفلين شو علقوا. انا ابي دائما بيقول بالمال ولا بالعيال، فطبقت الحكي اللي بيقول لي اياه. بقول له بصراحة اني ضربت سيارته، بس لما يكون عندنا ضيوف. بابا سيارتك مرضانة. بابا انت لازمتك السيارة شي؟ مرحبا بي، كيفك؟ كيف رفريفك؟ قديش تأمين السيارة؟ بعمل حالي لا من شاف ولا من دري، حتى اذا بدك بتفاجئ معه بس يعرف. هي بنت، انت بنت، انا متاكد 100% انك بنت. بابا اليوم شفت اولاد الحاره عم يلعبوا حوالين السياره، بضب اغراضي وبترك البيت وبترك رساله بتقول بابا حبيت واحد ورحت معه خطيفه والمصيبه اني حامل، وبرجع المساء بقول له انا كنت عم بمزح معك بس سيارتك اتطحبشت وفي احتمال يحضني. بقول له البقيه بحياتك، يعني بعزيه عن السياره وبعزيه عن حياتي بعد كم دقيقه. بقول له حماتك عملت حادث بسيارتك وماتت وراح اشتري لي سياره لإلي. بورجيه مقطع من فيلم فاست اند فيريوس وبقول له شوف شوف النيسان شلون عم يصير فيها، انت جاي تعاتبني على هي التنكه اللي هون؟ عندي اللامبورجيني تبعي، ليش لا اسرق سياره ابي؟ جاستن بيبر شو جايبك لهون؟ بابا بتتذكر لما كنت اسرق انا من جزدانك وانت تدور على المصاري وما تلاقيهم وهيك؟ تذكر هذيك الايام؟ ايه بس مو انت على طول بتقلنا انه نتطور بحياتنا وهيك؟ ايه فانا نفذت اللي انت قلت لي عليه وسرقت سيارتك. انا مره ضربت سياره ابي ورحت قلت لامي اعدي بالسياره شوي لانه برا برد، ومن يوميتها ما عاد شفتها لامي. هلا بابا؟ ايه قديش سعر الباب الواحد لسيارتنا؟ يعني شي 30,000. ليش؟ اها يعني حرمني من مصروفي 3 اشهر بنطلع خالصين. يلعن سماك ليه عم ترن؟ صارت معي بالشام بمنطقة الويلعة، نزلت قبل ابي على الدوام ورحت اشتريت علبة بسكوت وصرت وزع بسكوت على اهلي والجيران على قولة الحمد لله اللي قذيفة اجت بالسيارة الحديد بتعوض ومشيت يا معلم سحبة. بابا هلا شو شعورك اذا انا عملت حادث بالسيارة ومتت؟ لك بعيد الشر لك بنتي، ليش هيك عم تحكي؟ اوكي الله حب يجربك هالمرة بس بالسيارة. الله لا يوفقك، الله يعدمني اياك الهي. والله يا معلم تعبيت بعمود الكهرباء وصفيت السيارة من الطرف المضروب للحيط مشان ما اشوفها. طلع فيها وما انتبه، بس رجع قال لي لك نزلت لعند عمتك ما في نص ساعة زمان، رجعت لقيت في واحد حمار ضارب لي السيارة. وما عرفت مين هالحمار بابا؟ لا والله. ليكو عمو الحمار واقف قدامك. بقول له كنت عم بتفرج على حلقة وسام تيكت تبع اللبناني والكونغ فو وكنت عم جرب سوق السيارة انا مغمض عيوني وهو بيتصرف معك. اسفة بابا بس كنت عم جرب اذا الواحد بيموت من اول ضربة سيارة. بابا عندي خبر حلو وخبر بشع. هاتي الخبر الحلو، الايرباك تبع سيارتك طلع شغال الحمد لله. يا عفو الله. لحظة لحظة لحظة، كأنه أنا تعليق ذهبي. مبروك مبروك زين ام فان، تعليقك بجنن، ما بعرف إذا كنت شاب أو بنت، بس الفكرة إنه بعد فترة رح نعمل موقع بنحط فيه التعليقات الذهبية المخضرمة مثل هاد، من أحلى التعليقات الذهبية اللي وصلتنا، شكرا كثير لتعليقك زين ام فان. بابا في عمود كان مسرع وخبط بالسيارة وقال لي لما تفكر توقف بطريقي رح تشخ. بس سؤال بابا، ليش عم تلوح ببربيشة تواليت؟ لهون بتكون خلصت الحلقة تبع اليوم، شكرا كثير لمتابعتكم، شكرا كثير لتعليقاتكم، وبعتذر من الناس اللي ما قدرت اقرا تعليقها، بس انه كمان كان في تعليقات مثل انه احلى شيء انه نحارب الكمخين. صديقي انا بهذيك الحلقة حكيت كثير افكار حلوة بس بالذات هي الفكرة كانت بايخة، يعني لو مانك بايخ ما كنت يعني اشتزيت هي الفكرة الوحيدة وما كنت سميت حالك 1 2 3 4. على كل عم بمزح بس انه السؤال فقرة مقفل الحلقة الجاية، انه تعوا كلياتنا نكتب قواعد العشق الأربعون على طريقة التكتاوية، على طريقتنا نحن المقفلين. فمثلا انه مثلا تريك حبيبتك قبل عيد الفالنتاين باسبوع او مثلا هيك من هاي الشغلات او اي شيء مضايقك انت، يعني القواعد اللي انت حاسس انه لازم تتعمم وما بتقدر تحكيها مثلا على الفيسبوك اكتبها هون طجة مثل ما هي. حطوا لي تعليقاتكم المهضومة بس بهاشتاج مقفل 40. بشوفكم قريبا، واذا عجبتك الحلقة لا تنسى تحط لايك عليها، وانا لأكون صريح معكم عم اخر التعليقات، يعني ما في وقت كثير، باول 24 ساعة باول 48 ساعة، فمشان اذا بتحب انا تزيد احتمال اني اخذ تعليقك الحلو فعل النوتيفيكيشنز الاشعارات تبع القناة عندك على الموبايل بحيث اول كم ساعة بنزل حلقة بيوصلك اشعار فيها. احبكم.